Today we will talking about homophones. Homophones معناها الأصوات المتماثلة. كيف يعني أصوات متماثلة؟ They are two words or more that are spelled differently but they have the same pronunciation. كيف يعني؟ يعني هي كلمات أو كلمتين أو أكثر لها نفس اللفظ ولكن مختلفة بمعناها. خلينا نشوف الهوموفونز اللي عندي أنا. زي لما أحكي new new، الأولى معناها past tense of know، هي فعل ماضي للفعل know، معناها يعرف. بينما new not old بمعنى جديد. نيجي للهوموفونز number two meet and meet. بنلاحظ ميت الأولى اللي فيها EA هي عبارة عن food from animals اللي هي اللحمة، بينما meet بالدبل E معناها to see someone أي يقابل شخص. خلينا نشوف الهوموفونز number three which which. نيجي للwitch الأولى. which الأولى زي لما نحكي which one، which هي عبارة عن أداة سؤال بمعنى أي، بينما which الثانية هي معناها a woman that does magic يعني ساحرة. نيجي للهوموفونز number four. زي لما أحكي red and red. red الأولى هي عبارة عن past tense of read اللي هي الفعل الماضي من الفعل read أي قراءة، بينما red الثانية اللي هي عبارة عن اللون الأحمر. نيجي لآخر هوموفونز زي لما أحكي دير دير. دير الأولى هي عبارة عن beloved or expensive معناها عزيز أو غالي الثمن، بينما دير الثانية هي عبارة عن a wild animal بمعنى غزال. خلينا نشوف more examples for more explanation لمزيد من التوضيح. pay is higher when there is greater competition to hire people. منلاحظ الكلمتين اللي باللون الأزرق هما عبارة عن homophones، مختلفات في الكتابة، متشابهات في اللفظ، ومختلفات في المعنى. hire الأولى هي عبارة عن salary، salary اللي هو الراتب. hire معناها يوظف. نيجي لإكزامبل نمبر 2. when I see the sea I feel relaxed. منلاحظ الكلمتين اللي باللون الأزرق اللي هي see and see هما عبارة عن homophones. شو يعني homophones؟ يعني متشابهات في اللفظ، مختلفات في الكتابة، ومختلفات في المعنى. سي الأولى هي عبارة عن أرى، بينما سي الثانية هي عبارة عن البحر. نيجي إلى example number three. can you hear any sound here؟ نفس الشيء عندي here and here عبارة عن homophones. شو يعني homophones؟ يعني متشابهات في اللفظ، مختلفات في الكتابة، ومختلفات في المعنى. بنلاحظ إنه هير الأولى معناها تسمع، هير الأخرى معناها هنا. نيجي لـ example number four. you have to write the right answer on the paper. نفس الشيء عندي الكلمتين write and write عبارة عن homophones. شو يعني homophones؟ كلمتين متشابهات في اللفظ، مختلفات في الكتابة، ومختلفات في المعنى. نيجي لدرسنا الآخر هو prepositions أي حروف الجر. prepositions أو حروف الجر هي عبارة عن أو they describe the relationship between words in the sentences. يعني بتوضح في الجملة أو توضع في الجملة
لتربط بين الكلمات فيها وتوضح العلاقة بين الفاعل والمفعول به. The prepositions are two parts. هي عبارة عن قسمين أو نوعين. Prepositions of time المتعلقة بالوقت and prepositions of place متعلقة بالمكان. خلينا نبلش نوضح بالprepositions of time اللي هي المتعلقة بالوقت. اللي عندي in, on, and at. نبدأ بالات. We use at with specific time. يعني نستخدمها مع أوقات محددة. خلينا نشوف. إذا لما أحكي at تيجي مع time أي وقت محدد. كيف يعني؟ لما أحكي I will come back at 2 o'clock. استخدمت at هون لأنه في عندي وقت محدد أي 2 o'clock. حددت ساعتين. كمان الات بتيجي مع الأعياد أو الاحتفالات الفستيفالز. زي لما أحكي I will meet you at the school festival. حطينا at هون لأنه school festival يعني بمعنى احتفال المدرسة. كمان الات بتيجي مع الميل تايمز أوقات الوجبات. زي لما أحكي I will talk to my father at lunch. استخدمت عندي at لأنه lunch هو وقت طعام أو وقت وجبة. كمان الات تستخدم مع the weekends اللي هي نهاية الأسبوع. زي لما أحكي we will travel at the weekend. بدنا نسافر بالweekend. أنا حددت في نهاية الأسبوع. كمان الات تستخدم مع noon. noon معناها الظهر. وتستخدم مع night اللي هي الليل. زي لما أحكي we pray at noon every day. استخدمت هون at لأنه في عندي noon. وكمان لما أحكي we sleep at night استخدمت at لأنه night بتاخد at. نيجي للon. We use on with days. تستخدم الon مع days أي الأيام. شوف الexample number one. زي لما أحكي My brother is coming on Monday. استخدمت on لأنه Monday هو يوم. Example number two. I go to the club on a Friday. استخدمت on لأنه Friday هو عبارة عن يوم. Number three. I take a lot of photos when I am on holiday. استخدمت on لأنه holiday هو عبارة عن يوم عطلة. نيجي للان. We use an to specific time. Months, seasons, or years. يعني بستخدم الان مع أوقات محددة أو مع الأشهر أو seasons اللي هي الفصول الأربعة or years أو السنوات. خلينا نشوف استخداماتها مع الأمثلة اللي عليها. بستخدم an مع specify time أو specific time أي وقت محدد أو تحديد وقت. زي لما أحكي she likes jogging in the morning. أنا حددت هون وقت المورنينج عشان هيك حطيت لها an. استخدامها الآخر مع المونث. المونث اللي هي الأشهر. زي لما أحكي I will go to Saudi Arabia in March. March هو عبارة عن شهر عشان هيك حطيت قبليها in. نيجي للseasons. Seasons هي الفصول. زي لما أحكي it often rain in winter. Winter هون هو فصل عشان هيك ضفت قبليها in. السنوات اللي هي years. I was born in 1995. استخدمت إن لأنه هاي سنة.
ننتقل لل prepositions of a place، أحرف الجر المتعلقة بالمكان. هم نفسهم الـ in، الـ on والـ at، ولكن بتيجي هون عندي متعلقة بالمكان. خلينا نبتدي بالـ at. At a point، لما أحكي على نقطة معينة، زي لما أحكي at the door، على الباب. At the crossroads، على مفترق الطرق. At the traffic light، على إشارة المرور. استخدام الآخر للـ at، اللي هي تيجي بمعنى أو مع top، اللي هي قمة، bottom، قمة، end of، نهاية إشي. زي لما أحكي at the top of the stairs، قمة، على قمة الدرج. At the bottom of the page، في أعلى الصفحة أو في قمة الصفحة. At the end of the street، نهاية الشارع. كمان استخدام آخر للـ at لما تيجي مع group activities، أو تيجي بمعنى group activities، اللي هي النشاطات على شكل مجموعة. زي لما أحكي at a party، في حفلة. At a concert. At the cinema. استخدامها الآخر اللي هي مع school أو university، زي لما أحكي at school، at university. كمان الـ at بتيجي مع كلمة home and work. Home معناها بيت، work عمل. زي لما أحكي at home، at work. الـ at بتيجي مع shops، shops اللي هي المحلات. زي لما أحكي at the bakery، at a cafe، at the chemists. رح أنتقل الآن لاستخدام الـ in لما تيجي متعلقة بالأماكن. In a 3D space، معناها لما أجي أحكي عن مكان إله حجم أو يوضع فيه أشياء. زي لما أحكي in the bag، في الحقيبة. In the classroom، في الصف. In a box. الثاني للـ in اللي هي with theory. زي لما أحكي in London، in Europe، in the Alps، in the world، يعني أماكن. كمان تستخدم مع الكار أو الفان، يعني بحكي in the car، في السيارة. in a van، في الشاحنة. in كمان تيجي مع الwater، أو الأماكن اللي بتدل على وجود الماء. زي لما أحكي in the sea، in a river، in a lake، in the swimming pool. سي معناها بحر، ريفر معناها نهر، ليك معناها بحيرة، سويمينج بول معناها بركة السباحة. كمان إن بتيجي مع البرينتد ماتيريالز، اللي هي الأشياء المطبوعة. زي لما أحكي إن أ بوك، في الكتاب. إن أ بيكتشر، في الصورة. إن ذا نيوز بيبر، في الصحيفة أو في الجريدة. نيجي لاستخدامات الأون. زي لما تيجي الـ on مع on a surface، لما أحكي على سطح شيء ما. زي لما أحكي on the table، على الطاولة أو على سطح الطاولة. on the carpet، على السجادة. on the roof، على السطح أو على الرف. on the sofa، على الكنباية. كمان الـ on تيجي مع الفلور، فلور اللي هي الطابق. زي لما أحكي on the first floor، في الطابق الأول. on the fifth floor، في الطابق الخامس. كمان الـ on تيجي مع الاتجاهات، خصوصاً إذا إجت عندي right or left. بحكي on the right، على اليمين. on the left، على اليسار. كمان on تيجي مع الـ public transport، اللي هي وسائل النقل. زي لما أحكي on the bus، على الباص. on the train، على القطار. on a plane، على الطائرة. كمان on تيجي مع الميديا، الميديا اللي هي وسائل الإعلام. زي لما أحكي on the radio، على المذياع. on TV، على التلفاز. on the internet، على شبكة الإنترنت. on the website،
على الموقع.